زي اي ولد صغير بنبدا زي ما حضرتك عارف في الشارع والمدرسه وكده. رحت تقريبا نادي ترسانه وكان عندي تقريبا 14 سنه او 15 سنه. كتجربه يعني. فالحمد لله وفقت في الـ في الـ في الامور مشيت معايا يعني بسرعه شويه لان لعبت نادي ترسانه بعدها شهرين منتخب المنطقه كان منتخب الجيزه. أوكي. فزنا بالبطوله بتاعت منتخب الجيزه. كان في تحضير لمنتخب ناشئين تحت 16 سنه. رحت منتخب 16 سنه الله مع الله. كابتن سيد طباخ لعبنا تصفيات كاس عالم. بدات اتدرج بقى بعد كده منتخب 18 سنه مع كابتن جمال عبد الله وكان اللهم صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طب لو لو الاسم طار يعني هنفتكره في حضرتك. ده كابتن حمد الشرقاوي رحمه الله عليه الله يحفظه طبعا. وهو وكابتن جمال عبد الله رحنا اليابان كان في بطوله هناك. الله يتكرم من الشوارع للعالميه على طول يعني. الامور كانت الحمد لله رب العالمين. كانت سريعه يعني. الاحداث بالنسبه لي في السن الصغير كانت سريعه يعني. جميل. وكان من ضمنها طبعا كمان بعد منتخب 16 سنه ان كنت كان المفروض ان انا اروح النادي الاهلي. بس كابتن مصطفى طبعا يعني قال لي لا او ناديك واحنا اللي مربينا الكلام ده كله. فما كانت الامور يعني ما بقتش. بس طبعا لما بس ربنا بيكون كاتب لك حاجه بالفعل. طبعا بعدها ب 10 سنين كواليس الانتقال بقى بعد 10 سنين كانت عامله ازاي؟ اول مكالمه جات لك اول خبر وصل لك؟ هو ناس كتير ما تعرفش ان انا من الناس اللي كابتن رحمه الله عليه كابتن صالح هو اللي كان رشحني ودي كانت من النوادر ان كابتن صالح يرشح حد ان هو يروح الفريق الاول او يجي النادي. حلو جدا. حلو جدا. لان كان في مباراه وديه كان بين الترسانه والنادي الاهلي كانت في رمضان بالليل. وكان المفروض ان كابتن محمد عماره كان رايح المانيا وانا كنت بلعب باك ليفت. اوكي. فكان هم بيدوروا على حد يلعب مكان المركز ده. مكان عماره عشان هو مسافر وكده. ف رحت الحمد لله يعني الدنيا مشيت والكلام ده كله. بس ما للاسف ما لعبتش باك ليفت خالص في النادي الاهلي. حضرتك لعبت مدافع. لعبت لعبت سرد باك ولعبت باك رايت. بس ما لعبتش اللي هو المكان اللي انا كنت ليه بقى ليه بقى يعني ايه اللي حصل؟ الاحداث والظروف ما كان ساعتها مستر سوبل ما لعبتش باك ليفت خالص. فلعبت سرد باك ولعبت باك رايت يعني. والاستمراريه فضلت لغايه امتى تحديدا وكواليس بقى حضرتك يعني او ترك النادي؟ مشيت في 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 النادي الاهلي. كانت الفتره ديت كانت فتره مش عايز اقول صعبه للنادي الاهلي بس كانت فتره احلال وتبديل. كان مشي كان كابتن شوبير كان اعتزل. كابتن مجدي طلبه كان مشي. فيليكس مشي. كان في مجموعه كبيره جدا من الـ من الـ من النادي الاهلي لان النادي الاهلي ساعتها كان واخد 6 سنين دوري. اوكي. فكان في عمليه احلال وتبديل. كان لسه سيد عبد الحفيظ كان طالع وبلال وابراهيم سعيد ومحمد جوده كانوا لسه ناشئين صغيرين وطالعين. فكان في فكره بين كابتن ثابت رحمه الله عليه ومستر سوبل مع الاداره ان هم يعني بقى لهم 6 سنين بياخدوا دوري فعايزين يعملوا احلال وتبديل. الولاد الصغيرين اللي كانوا طالعين كانوا مبشرين ان هم وقالوا ان هم يبقى عندهم جيل ياخد الدوري تقريبا حوالي 10 سنين. فكانت دي الفكره ساعتها يعني. حلو. هي جملة الولاد الصغيرين دي بقى تاخدنا لفكرة الناشئين وأهمية القطاع ده. صحيح. التدريب ازاي في البداية كده حضرتك التحقت بفكرة التدريب هنا الناشئين 2007 تحديدا؟ الناشئين ما هي قبلها ليها تبعية لأن أنا دخلت الأول الأكاديمية. تمام. اتدربت في الأكاديمية حوالي 3 سنين أو 4 سنين في الأكاديمية. بعد كده دخلت القطاع من حوالي 3 سنين مع كابتن فتحي. كان كابتن فتحي مبروك هو اللي كان موجود. مسكت الولاد اللي هم مواليد 2009. عملنا الحمد لله رب العالمين جيل كويس. وبعدين انا يعني قعدت 3 سنين الولاد اللي هم بيخشوا اصغر سن اللي هو بيبقى تقريبا 9 سنين او 10 سنين دول اللي بيخشوا النادي الاهلي يعني بيبقوا من بره النادي او مثلا من الاكاديميه او من اللي هم السنه التحضيري. ان النادي الاهلي بيعمل سنه تحضيري او سنتين تحضيري قبل ما بيخشوا المهرجانات بتاعه البراعم ان هم يبقى لهم مسابقه. التحضيري ده بيكون في الاكاديميه؟ لا التحضيري ده يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه. السنه دي في مثلا 2011 اللي هم بدايه المسابقات بتاعه المهرجانات ان هم يلعبوا مسابقه بتاعه المهرجان. قبلها بيبقى في سن اللي هو مثلا هنقول عليه 2012 او 2013. النادي الاهلي بيحضر سنه او سنتين على ما تيجي اللي هي اللي هو الدور عليهم يبقى ليهم مسابقه.
واخد بال حضرتك ازاي؟ هي فكره قطاع الناشئين عموما وتحسه كده وكانه معمل تفريخ. بالظبط بالظبط. يعني مصنع لانتاج ابطال مستقبليين. وكمان كمان السن اللي انا اخدته اللي هم التسعه والعشره والحداشر اللي هم الثلاث سنين اللي خدتهم ورا بعض دول بيبقوا اصعب سن، لان انت بتبقى جايب ولد لسه خامه بالموهبه مثلا الفطره بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وانت بتاخده بتبدا توظف تشكله بقى تشكل وتعلم وتنظم. وبعدين الموضوع مش كوره بس كمان، يعني انت اخلاقيات النادي الاهلي ايه، اسلوب النادي الاهلي ايه، نظام النادي الاهلي ايه، كل ده بيتزرع فيهم كل ده من هو صغير ده. لازم تدي له الحاجات دي كلها تعرفه كمان قيمه المكان اللي هو فيه ايه. طيب كابتن حسين، السن ده بيبقى سن لسه صغيرين جدا ويمكن كمان المهاره ما اتشكلتش يعني الى حد كبير، ازاي حضراتكم بتقدروا برضو تختاروا اللي عنده موهبه من اللي لا شايف ان مش هيكون قدام مثلا يقدر ان هو يلتحق بفريق بعد كده ناشئين النادي الاهلي؟ يعني فكره هنا الاختيار لسه وهم صغيرين قوي، مش ممكن يكون فيها الى حد ما برضو ممكن ظلم في الاختيار، ولا في معايير معينه تم الاختيار على اساسها؟ الموضوع بيبقى صعب جدا طبعا، لان هو ليه مقاييس كتيره كمان. انت ممكن ولد انت بتتوسمي فيه ان هو بعدين هيبقى حاجه كويسه مع الشغل ومع التمرين ومع الاعداد اللي انت بتديهوله، انت بتبص عليه بعدين، وممكن يكون ما بيلعبش دلوقتي بس بعدين هيلعب او هو هيجي بس بعدين بيبان طبعا في اللي هي مقاومات طبعا، يعني في حاجات صغيره طبعا عشان احنا يعني مش عايز اقول محترفين او شغلانتنا او مهنتنا، فبتبقى يعني النظره بتاعتنا بتبقى الحمد لله بشكل كبير جدا بتبقى صح يعني. اوكي. فاولا واخيرا في حته الظلم او الكلام ده كله، مفيش حد هيجي على ابنه وهيقول انه انا ابني وحش، يعني كل الناس بتقول طبعا ان هي اولادها كويسه والكلام ده كله. العامل ان انت في النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيظلمش حد، النادي الاهلي لازم يخش افضل عنصر في النادي الاهلي. المرحله دي بالذات مرحله تعليميه، لازم الناس كلها تفهم ان المرحله دي مرحله تعليميه. يعني ايه مرحله تعليميه؟ ده كي جي 1 بتاع المدرسه. كي جي 1 انا بهيئ الولد عشان هيخش يبدا الدراسه، فبهيئه الاول واعلمه اساسيات، بعلمه حاجات كتيره جدا علشان لما يخش يبدا ياخد المراحل بتاعته اللي هي التدريجيه في المستوى بتاع الناشئين. في ناس بتبقى مستعجله بس شويه، ما دي بقى النقطه اللي كنت عايز اقول لك عليها. انت اكيد لامس ده بشكل كبير جدا كتير جدا على رايك فعلا من الاهالي ومن اولياء الامور، هما يعني حتى اللي منهم ما يعرفش تفاصيل عالم كرة القدم بس عارف ان اللعيبة دول نجومية وشهرة ومجد وانتقالات واعارات وارقام كبيرة جدا في بعض الاحيان، فده بيشكل ضغط من الاهالي على اولادهم. بالظبط كمان. بالظبط. فاكيد انت لامس التفصيلة دي. لا هي من اصعب الحاجات ان انت لما بتقابل اولياء امور ما بيبقاش مدرك او 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 بشكل كبير بيبقى متعاون معاك، لازم هو يبقى متعاون، لان احنا شغلنا المفروض ان هو مرتبط ببعضه. يعني في يعني اولياء امور بتعمل ضغط على الولاد بشكل رهيب، ان هو بيحاسبه بالتمرينه، يعني مثلا ابنه مثلا جه النهارده وحش، فانت بتلاقيه بيعنف مثلا ابنه بشكل كبير قوي. لا الموضوع مش كده. بتتكلم معاهم بقى لما بتشوف طبعًا حاجه طبعًا زي كده؟ بص اقول لحضرتك حاجه، قبل ما انا عن نفسي يعني لما باجي اشتغل مع السن الصغير ده، قبل ما بشتغل وقبل ما اعمل اي حاجه لازم يبقى في علاقه بينك وبين الولاد. اكيد طبعا. لازم علاقه كويسه ان هو لازم الولد يحبك الاول عشان بعد كده يتقبل منك اي حاجه تانية بعد كده. صحيح. لان هيجي عليك وقت ان انت ممكن هو يسمع كلامك ما يسمعش كلام بابا ومامته. خلاص العلاقه دي لازم لازم العلاقه لازم العلاقه دي قبل الشغل وقبل اي حاجه لازم العلاقه بينك وبين الولد تعملها الاول عشان بعد كده يتقبل منك بقى بقيه الشغل وبقيه الحاجات دي كلها. لو انت هتقصوا عليه شويه، لان في اولاد مثلا ممكن يبقى مش هنقول بيتدلع شويه بتاع مستهتر، لا لازم تعرف انت عارف السن الصغير ده بالظبط شقي شويه بتاع الكلام ده كله، انت عارف السن الصغير ده واحد خد دور واحد واحد شد واحد من ودنه، الحاجات اللي هي اللطيفه اللذيذه دي بتاعت الاولاد الصغيره دي، فانت لازم تبقى متقبل. يعني الحاجات دي ما بتحصلش مع الكبار ابدا سواء يعني في الملعب مش كده طبعا. لا كمان مع الاولاد الصغيرين بتبقى ألذ اكيد. واخد بال حضرتك ازاي؟ لانها بتبقى انت لازم تبقى صبور بدرجه كبيره جدا، وانت عارف تنزل بقى انت بقى اللي هو اللي انت لازم تنزل للسن دوت وانت صغير كنت تعمل الحاجات دي ولا ما تعملهاش؟ أوكي. يبقى انت زي ما كنت انت تعملها لازم تتقبلها من الولد الصغير، بس ما يبقاش فيها يعني تجاوز بشكل يعني كبير ان هي الدنيا تبوظ يعني. طيب هسال حضرتك بقى السؤال يعني خاص بفكره هنا الاختيار، خلاص انتوا دلوقتي المفروض بتختاروا وفي ناس اكيد مش هيكملوا، دي اعتقد لحظه يعني مش بس صعبه على الاطفال دول او الناشئين دول، هم هي صعبه على حضراتكم كمان كمديرين فنيين، لان انتوا اكيد بتبقوا شعرين بالشعور اللي هم حاسينهم. فكره هنا ان انت تقول له
انت مش هتنفع تكمل معانا. فدي بقى ممكن تحكيها لنا، ولو في كواليس ولو في قصه برضو حضرتك مريت بيها ولحد دلوقتي فاكر مثلا او شعرت شويه بذنب وقتها. لا بص هقول لحضرتك حاجه، عشان انا اشعر بذنب هبقى انا ظلام في اختياري. لا انا ما بشعرش بذنب، لا من الناحيه الانسانيه. بس انا انا اب واولادي بيلعبوا، يعني انا عندي يوسف في الـ في الـ في الـ في الـ في نهايه السنه مواليد 2000 وما بتدخلوش على فكره. وعندي احمد برضو بيمارس، يعني كان قاعد فتره برضو في نادي الترسانه شويه عشان جنب البيت وكده، وساعات بيروح اكاديميات والكلام ده كله. ف انا لما بتعامل كمهني، وفي نفس الوقت بحط برضو ان انا اب. تمام. في القصه دي هي الامور بتبقى صعبه جدا، بس هي لازم الناس برضو لازم تعرف ان اولا واخيرا اللي يفصل بيني وبينك ضميري المهني وربنا سبحانه وتعالى. ده لازم يبقى موجود. صحيح. ما يبقاش فيه الاختيارات لاي اغراض تانية او لاي شيء تاني. لازم الناس تبقى فاهمه القصه دي. الامور بتبقى صعبه على اولياء الامور، بس هما لازم يفهموا حاجه، ان انت ممكن ما توفقش النهارده تروح في مكان تاني. انت معلش احنا في النادي الاهلي انت اعلى ليفل في القطاع كله. صح. اعلى حاجه انت في النادي الاهلي بتاخد افضل حاجه واحسن حاجه. انت ممكن ما توفقش في النادي الاهلي، بس ممكن تروح مكان تاني وتبقى مميز فيه. مش هقول ان انت تلعب فيه، تبقى مميز فيه. وفكره الانضمام للنادي الاهلي ده لازم يبقى فيه معايير برضو معينه. فيعني بالظبط. فهو هي القصه كلها زي ما قلت لحضرتك في السن الصغير كمان شويه، هي مرحله تعليميه. انت ممكن النهارده الولد في السن ده بالذات كمان لازم الناس تبقى عارفه كويس جدا ان مع الشغل المعين، في شغل ليهم هم شغل معين بياخدوه، بعد شهرين بعد ثلاثة بعد اربع شهور الولد بيختلف مستواه من حاجه لحاجه تانية خالص. اكيد. فهو لازم يبقى يعني متفهم دي، وعنده صبر كمان. لازم وعنده صبر. لازم الصبر. طيب. لازم زي ما حضرتك بتصبر على ابنك ان هو، معلش انا دايما بقول المثل ده، ان انت لو ابنك اول يوم راح المدرسه ومسك القلم غلط والمدرس قال له انت مسكت القلم غلط، انت مش هتعرف تكتب، انت ما تعرفش تتعلم، محدش هيتعلم. طبعا. انت بتجيبه وبتقول له لا القلم بدل ما يتمسك كده بيتمسك كده، بيتعمل كده، بتاخده بتحطمه بدل ما تبنيه. طيب. فالحاجات دي نفس القصه في الكوره. طيب انا هستاذنك بس ان احنا ايه، عشان بيقولوا لنا الزملاء في الكنترول لازم نطلع فاصل، فهو فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. لسه مكملين مع كابتن حسين شكري المدير الفني لفريق ناشئين الاهلي مواليد 2007. كنا بنساله انا وكريم قبل الفاصل دلوقتي ازاي بيتم بقى تبليغ الاطفال دول او الشباب الصغير دول ان هم مش مكملين في قطاع الناشئين للنادي الاهلي. فخلينا نروح للنقطه دي كابتن حسين، وحضرتك في الفاصل كنت قلت لنا اداريين بقى هم اللي بيتولوا الموضوع ده لان هي حساسه شويه او صعبه. يعني بنبقى بعيد بقى في القصه دي عشان ما يبقاش في مش عايزين نقول صدام، ما يبقاش في كلام بيننا وبين اولياء الامور. يعني ما احنا كمان النادي الاهلي او كابتن خالد كمان بياكد على الموضوع دوت دايما، ان مفيش تعامل المدرب مع ولي الامر. لازم تفصل الموضوع دوت، لازم تفصل لو في اي استفسار، لو في اي حاجه بيبقى عن طريق كابتن خالد او عن طريق الاداريين. فبيفصل المدربين عن التعامل مع ولي الامور، وده شيء بيبقى مريح جميع الاطراف وبالاخص كويس. المدربين يعني كويس. فاحنا لما بيبقى عندنا في جزئين في الحته اللي حضرتك بتتكلمي فيها ديت، في جزء بيبقى في الاختبارات، لان بس هي اتلغت السنه دي طبعا عشان الظروف بتاعه الكورونا وكده. بيبقى واحنا قاعدين الولاد اللي هم احنا بنختارهم بياخدوا ورقه مثلا بياخدوا معاه تاني، الولاد اللي هم كده بيبقوا خلاص مشوا. لو في بقى زي مثلا ولاد عندنا مثلا في 2007 او حاجه زي كده، لما بنيجي على مجموعه جديده او لعيبه جديده او الكلام ده كله، لما بنشوف بعد فتره طبعا بنشوفهم كويس والكلام ده كله، بنقيس المقاييس بتاعتنا والكلام ده كله، بنبلغ بقى الاداريين هم ان هم كويس يدوهم بقى وبتعدي يدوهم الخبر بقى اللي هو صدمه. طب احنا عايزين حضرتك برضو تكلمنا اكتر عن فريق الناشئين اللي انت متولي مسؤوليه تدريبه، الناشئين النادي الاهلي مواليد 2007، الى اي درجه هم واعدين؟ الى اي درجه انت لامح كده ان في منهم كام واحد ممكن ان شاء الله يعني يقلبوا الدنيا لما يكبروا ويوصلوا لمرحله الفريق الاول لكره القدم؟ 2007 السنه دي زي ما كنت بتكلم مع حضرتك برضو، معلش هو بقى نصيبي انا دايما بياخد اللي هو الحاجه اللي هي بتبقى صعبه شويه. هم اول سنه يلعبوا 11، اول سنه يلعبوا 11 بمعنى ان هم يلعبوا الملعب كامل. يعني قبل كده هي بتبقى تدريج نص ملعب مثلا، بيبقى نص ملعب ومن 18 لل 18. دي اول سنه ليهم ان هم يلعبوا الملعب كامل واوفسايد بقى والحاجات دي كلها. ف بتحاول ان انت على قد ما تقدر ان انت يبقى في نظام، يبقى في سيستم، بتخش المنظومه اللي هي بتاعت النادي الاهلي، لازم يبقى في شكل معين بيلعب.
بتهيئ الولد ان ازاي الروح بتاعه البطوله، ان انت رغم ان هي برضو 2007 محسوبه لسه على الـ على الـ على البراعم، لا على البراعم ما لهاش ما لهاش نتائج والحاجات دي كلها، بس ده بيبقى اول الطريق او اول السلم بتاع الولد نفسه على الطريق الصحيح ان هو بعد كده هيخش القطاع ويبدا مرحله ان هو يكمل ان شاء الله باذن الله في الكوره. طب على صعيد الحرفنه بصفه خاصه، يعني هل فعلا يعني هل في عناصر حريفه في السن ده؟ في طبعا، النادي الاهلي على فكره مليان مواهب، يعني لو حد لو حد يجي عايز مثلا الكلام ده كله عن الحاجات بقى اللي هي انت ممكن تلاقي ولد صغير عنده 9 سنين كده 10 سنين يعني تقول سبحان الله هو بيتحكم في الكرة دي ازاي او اتعلم ده ازاي، اللي هي بقى الموهبة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. هي قصة كلها ان انت بقى المراحل ان انت تصقل الموهبة دي ازاي وتمشي بقى بيها ازاي الكلام ده كله. لا في طبعا في النادي الاهلي ما شاء الله يعني ده كنز كبير يعني في النادي الاهلي على جميع المراحل السنية. ده يطمنا على اللي جاي ان شاء الله. بالظبط. لا ان شاء الله بامر الله. واقول لحضرتك حاجة، والناس كلها الاهلاوية يطمنوا جدا ان النادي الاهلي يعني ما شاء الله عمران بالمواهب، بالناس اللي هي تقدر ان هي تشيل الرايه زي ما بيقولوا، ان هي تكمل. ما فيش خوف على النادي الاهلي في الموضوع بتاع القطاع بتاع الناشئين ده خالص. وفكره كمان كابتن حسين ان بيتم الاعتماد عليهم ومؤخرا شاركوا في مباريات كبيره مع موسيماني، فيمكن دي خطوه جيده الى حد كبير. كمان بنتكلم عن قطاع الناشئين في العموم، فبرضه ازاي حضرتك شايف ده ازاي بينعكس على اللعيبه نفسيا كمان؟ ما هو حضرتك لو زي ما حضرتك بتتكلمي دلوقتي ان احنا زي ما احنا بنشوف كلنا او قاريين ان الاداره خلاص بدات تبص للناشئين او القطاع بتاع الناشئين، حضرتك شايفه المصاريف او الانديه مبالغ بقت رهيبه، فاحنا عندنا كنز كبير جدا ليه ما نستغلوش خصوصا ان التطوير كبير حصل كمان بعد كابتن خالد بيبو كمان. بالزبط. بصراحه طور هذا النظام، عامل نظام جديد وشكل جديد، قلل الاعداد بشكل كبير. في حاجات كتيره جدا معموله، التغذيه، الملابس، حاجات في شكل ان شاء الله بامر الله يبقى احترافي بعد شويه. بالظبط جميل. جبنا كمان مستر مايكل اللي هو التشيكي، راجل ده حدث جديد نسبيا، ما كانش ما تمش الاستعانه بعناصر اجنبيه قبل كده في القطاع ده. ما كانش موجود الجزء الفني كله هو مسؤول عنه. بيدي برامج، بيدي محاضرات، بيدي حاجات كتيره جدا، بيدينا معلومات، دايما قريب مع الـ مع الـ مع الـ مع المدربين، مع القطاع. كل تقريبا اسبوعين في محاضره بنقعد بنشوف احنا وصلنا لفين، وهو بيدينا افكاره ايه. راجل متفاهم جدا، راجل بيفهم كويس جدا. انت عارف حضرتك كمان العقليه بتاعت بره غير عندنا احنا هنا في خاصه في السن الصغير. فهم ليهم فكر معين، او ان انت ما بتحطش الولاد تحت ضغط زي ما كنا بنتكلم من شويه. طبعا ولي الامر ما ينفعش ان انت تحط ابنك تحت ضغط والكلام ده كله. بنسب صغيره ان انت بتخليه يبقى مهتم، واخد بقى حضرتك ازاي؟ انا ما بتعنفوش بشكل كبير او ايا كان ان هو بتعامله بالقطعه. لا، انت ابنك بعد شهر فين؟ بعد شهرين فين؟ بعد ثلاثة فين؟ بيتطور ولا ما بيتطورش؟ مستواه بيزيد ولا ما بيزيدش؟ العامل ان انت تتعامل مع الولد الصغير هنا، الولد لما هيتطور هنا قبل اي حاجة، لازم تطوره هنا. انا حاسس ان انت يعني عندك شغف كمان بتفصيلة التعامل مع الاعمار الاصغر، يعني حضرتك بعد ما اعتزلت كرة القدم اتجهت للتدريب فريق بالزبط. الاول في نادي الترسانة. بالزبط. بس ما كررتش التجربة مع الفئة العمرية دي، انت اخترت بعد كده ان انت تقتحم عالم الناشئين والبراعم. اشمعنى وكان ليه القرار ده؟ هو هقول لحضرتك حاجة، هو ساعات الظروف بتجبرك ان انت مش او مش عايز تكون اجبار او حاجة زي كده. يعني بتاخدك في السكة دي. خدتك في السكة، انا شغفي كله او حياتي كلها عامة، انا يعني مش عايز اقول ان انا يعني جاهل، ممكن ابقى جاهل بأي حاجة في الدنيا غير الكورة. يعني انا ماليش علاقه بحاجات كتيره جدا، ممكن ابقى بعيد بحاجات كتيره. اهم حاجه عندي في حياتي كلها من ولد صغير موضوع الكوره دي حياتي، من وانا عندي يعني عايز اقول 10 سنين او حاجه زي كده اهو. لان والدي رحمه الله عليه برضو من الناس اللي هو كان بياخدني وانا صغير اروح التمرين بتاع النادي الاهلي، الماتشات بتاعه النادي الاهلي، والجمعه ده كان على طول في النادي الاهلي. وهو كمان معروف للناس اللي هي زي عم حسين رحمه الله عليه والناس اللي هم المشجعين بتوع النادي الاهلي او اللي هم لك بالاسم، يعني كان معروف كان بيقعد في وسطهم. جميل. فتربيت على كده، فانا شغفي وحبي كله للكوره. يعني حتى لما اقعد في البيت حياتي
كورة. عشان كده حبيت تنقل الحب ده بتفاصيله للأجيال. سواء أنا شغال مع الفريق أول أو شغال مع، يعني دي كمان مهنتي. يعني أنا مهنتي أو 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 أو, أو بيتي بيصرف من الـ من الـ من الكورة. ما عنديش حاجة تانية أو مصدر تاني أو حاجة تانية. مصدر دخلي هو الكورة. فتلاقيني دايما حتى لو ما فيش حاجة أنا بذاكر، أنا بقرأ، أنا بتفرج على حاجة معينة، بشوف حاجة معينة. ف اجمل حاجه في الدنيا لما تكون مهنتك اللي انت بتحبها. طبعا حاجه اللي انت بتحبها دي بتبقى حاجه كويسه ان انت تبدع فيها بالظبط كده. فبتحاول ان انت تطور نفسك على النقطه اللي كريم قالها، عشان بس الوقت كابتن حسين حاج هاكد عليها قبل انتهاء الفقره، ان حضرتك فعلا باين من طريقتك ان في كمان شق بتراعيه جدا، هو الشق النفسي. مش بس بتدرب، حضرتك مهتم كمان بفكره هنا انك تربي او تنشئ ناشئ سليم من جميع الاتجاهات، مش بس رياضيا. فده واضح جدا مع كلام حضرتك يعني. فدي نقطه هايله، لان ممكن البعض يبقى مش شاغل باله، او زمان ما كانش الموضوع ده واخد اهميه كبيرة على الارض. يعني هقول لحضرتك ليه، لاني انا من ممارستي كمان للكوره، انا لعبت الحمد لله فتره طويله جدا. انا من سنه 87 في المجال بتاع الكوره، يعني بقالي حوالي 33 سنه من ناشئ لفريق اول، تدرجت في كل حاجه. فعد عليا لعيبه كتيره جدا كويسين، بس العقليه بتاعتهم وديتهم في مكان تاني. صح، بيحصل. فانا يعني طالما هتعامل مع ولد يبقى هو زي ابني بالظبط. المعلومه اللي هقولها لابني هي اللي لازم اقولها له. فاللعيبه اللي عدت علينا ديت كلها وكانت عقليتها مش كويسه، فوديتهم في مكان تاني رغم ان هي موهبتهم كانت اعلى من ناس كتيره جدا. فبحاول اوصل الكلام ده كله للولد اللي هو الصغير. هي الدرجه بقى بتاعه الولد الصغير دوت ان هو يستوعب الكلام ده او يمشي بيه او الكلام ده كله، دي هتبقى بتاعته هو. بس انت وصلت له المعلومه بامانه، قلت له اخطائك انت وانت بتلعب ايه، مميزاتك انت وانت بتلعب ايه، وهو صاحب الاختيار. انت مش ربنا يكرمك يا كابتن حسين، انت راجل بتشتغل بضمير وبتشتغل بقلب وبحب، واكيد ده بينعكس بالايجاب على كواليتي النتيجه ان شاء الله. ان شاء الله. فاحنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. انا اللي الشرف ان انا ابقى متواجد مع حضراتكم. لا نورتنا، وانا مبسوطه ان كابتن حسين قال ان هو بيتابع 10 الصبح في الاهلي، عشان طبعا طبيعه الحال حضرتك بتصحى متابع لاني بصحى بدري عشان يعني بتفرج عليكم شويه وبعد كده. طيب جميل جدا، ده يسعدنا. موفقين دايما يا رب. ربنا يخليك. هنيجي ان شاء الله زياره لفرع مدينه نصر تاني، لان انا وكريم ده الفرع الوحيد تقريبا اللي احنا ما رحناهوش، وسامعين ان في تجديدات جميله وفود كورت كبير. كابتن خالد عامل حاجه هايله. جميل جدا. احنا هنروح فاصل وهنرجع مع حضراتكم لاخر فقره معانا النهارده، وفقره النوستالجيا، والاستاذ محمد صادق خليفه معانا.